المدافعين خلال السنة الأولى من ولاية انتدابية في تدبير الشأن المحلي وعصرانة الإدارة توسيع الوعاء العقاري اللي غادي تحسن المداخل من جسم مدينة الدار البيضاء، بناء وحدات اسمين وتبوير النفايات، رفع يعني ساكنة مدينة أعطينا نفوسنا واحد 3 أشهر. إذا النائبة مهم جدا لأن الهدف خصنا نساهم إن شاء الله هذه المدة الإنتدابية والسيارة. كان لو بروجي اليوم فيه كوسا ديال لي بارتي فرونسي موندا دار وجود اليوم مازال عندنا هكا. مشيت لدار الاجتماع مع السيد المدير العام ديال لي دومين دو ليفاق. أيضا تم القيام بواحد المجموعة ديال الحملات التحسيسية، وهنا كنظن على أن اليوم الدور ديالنا مهم في الحملات التحسيسية بالبيضاوية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.